خلونا نقول ان احنا عندنا بيت له سقف وله ارضيه، تمام؟ اي بيت زوجيه ما بين زوج وزوجه له سقف، تمام؟ عامل كده مهندس انت؟ ايوه كده. وله ارضيه، السقف بتاعه رضا ربنا. نوايانا في الزيجه ايه؟ نوايانا فطره، سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، عفه للطرفين مش لطرف واحد. انا ان شاء الله هطلع في اخر المحاضره الرجال وهقعد مع النساء، يعني هنظبط لكم الدنيا في الاخر، بس ايوه هنظبط الدنيا بس. لكن للطرفين، الله عز وجل خلق فينا فطره معينه في الطرفين، فدي اعفافها. فالسقف بتاعنا هو رضا ربنا، تمام كده؟ فاي حاجه بنقولها من ضمن الحاجات دي اكيد سقفها قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، قولوا العرفان، ده اساسي. طيب عشان ما تجيش حلو يقول لك لا ما هو فين بقى ربنا، ما هو ربنا في البدايه. واي عمل بنعمله ليه جناحين، اصوابه واخلصه. اصوابه ان هو يكون عمل صالح، ما ينفعش اقول بقى انا ايه والله انا عايزه اساعد زوجي فانا هروح ابيع مخدرات عشان اساعد الزوج، ما ينفعش. خير النساء حاول يفهم العربي اللي انا بقوله لان ده مصري مش عربي. فيبقى العمل صالح واصوبه واخلصه، نيتي فيه لله الاخلاق. النوايا، نوايا في الزواج ان انا اعف زوجي، ان انا اكون زوجه صالحه، ان انا الله عز وجل يراني فيما استرعاني عليه بالخير وقدر الوسع، وان اجي يوم القيامه قدام ربنا اقول له يا رب هذا ما امنتني عليه. الزوج ما هو مع العيال بر، يعني ما نحسبش الزوج بر، ما هو مع العيال بر. ادي الزوج وادي الرضا وادي سعادته وادي يا رب جهدي ما استطعت ما استطعت، دوت للمرأة. وبالنسبه للرجل، انا الراجل، انا اللي شايل الدفه، انا اللي معايا القياده، انا اللي معايا القوامه، انا اللي معايا مفاتيح اسعاد زوجتي، وهنقولها النهارده. طيب يبقى ده السقف بتاعنا. اول حاجه تماما عشان اقول ان انا مش عايز مشاكل في بيتي، في اصل من الاصول لو راح اتهد البيت، ما بقاش فيه سقف ولا ارضيه. احنا دلوقتي بنعمل في الارضيه والعمدان اللي طالعه ماسكه البيت. الاحترام، الاحترام والتقدير لو راح ما بين الزوجين باظت الزواج، باظت خلاص، فسدت. لو انا تجرأت على الزوج، عندنا بالمصر بيقولوا ايه، اللي زوجها يقول لها يا عوره العبوا بيها الايه، العبوا بيها الكوره. احترام الزوجه مش بس الزوج، احنا بنقعد مع زوجات يقعدوا يقولوا لنا ايه، هو انتوا كل ما تقابلونا بقى وزوجك وزوجك وحسن التبعل ومش عارفه ايه، ده هتخش النار لو ما عملتيش بقى تعملي كده. ما تقولوا لهم ليه الاثنين، يعني موضوع ان انا ابقى زوجه صالحه وبيطلع من بق كل ما هو طيب، هو كمان مطالب بكده ان هو يبقى زوج صالح وما يطلع من 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 فمه الا كل طيب. طيب الكلام لو راح الاحترام، يقول لك يا اسطى احنا بنهزر. لقيت بعض الازواج الحديثين، طبعا مش انتوا، انتوا حاجه سبيشال، الناس الحديثه تيجي تقول لك ايه، انت يا بنت ويشتمها، او انت مش اصل في المسلسل الفلاني. واحنا من امتى بناخد بتوع المسلسلات والافلام هم اللي من امتى يعني؟ يعني هم دول القدوه يعني؟ الناس بيتعالجوا اقسم يمين بالله مش عايزه اقول ارقام، بكام؟ ارقام فلكيه وبالدولار، مرضى نفسيين. فما يغرناش الظاهر، ما يجيش حته مؤلف يجيب بحته معنى قد كده وبعدين يعملوا على نفوخه اللي هو اصلا مش فاهم حاجه، ويجي يفرض علينا هو ده السمت ويا دي الحياه. لا اصل مش عارفه ايه، كان لازم كده عشان حماتها، اصل في المسلسل. ما فيش الكلام ده، كل الحاجات دي فيدباك غلط، خلايا وصور ذهنيه غلط. النهارده هنعمل صور ذهنيه تحفه جدا، هنختمها بالحاجات التحفه دي، مش الهديه، الهديه لها معنى، ما بديش هديه كده. فاحنا في الاصل الاحترام ما بين الطرفين، مش معنى بقى اقول يا زوجي يا استاذ فلان وبتاع، لا. كل زوج، وهنكتب الكلام ده، ادوك ورقه وقلم ولا لا؟ طيب يا استاذ احمد عايزين ورقه اهو، يبقى سواد. عايزين من ضمن الحاجات اللي هنتوصل بيها النهارده، كل زوج، انا هعدي مش هقول اللي يتقال عشان ما تتكسفوش، عشان في ناس بتتحرج والحب والحاجات دي كارثه. من احب الناس الي